صرعنا في الموضوع ده يا حازم. يا عم ادم انت قلبك خفيف كده ليه؟ ما تنشف كده شويه. ده اسمه تخفيف الاحمال. لازم نرمي الكوره في ملعب بعيد عننا خالص. ايوه بس مش لدرجه امجد الديب. ليه؟ مش هو كمان عايز درويش؟ يشيل بقى معانا الليله. بعدين امجد تقيل. اللي يمد ايده في عربيه ترحيلات عشان يخرج ارهابي ويفتح النار على الحكومه ويفلت يطلع من اي حاجه. ايوه حبيبي ما هو برضه لو نفت يبقى اشترينا عدوته ببلاش. يا سيدي ساعدها نتصرف بقى نشوف هنراضيه ازاي. مش بالسهوله دي يا حازم. مش بالسهوله دي. احنا كده يا حازم فتحنا نفسنا جبهات كتير قوي ومعارك احنا مش قدها. والله ولا معارك ولا حاجه. امجد الديب سيبهولي. انا هتصرف معاه. طيب ومنصور هنعمل معاه ايه؟ منصور هيطلع منها زي الشهر من اجين. القضيه ما فيهاش ادله ولا مبني عليه. الأدلة سيد الاعتراف يا حازم. يا سيدي غير اعترافه بس القضية تاخد لها كام شهر كده في المحاكم والمرافعات. وحتى لو لبس هيلبس قد ايه؟ سنتين؟ عادي. منصور حبيبنا وعارف ان احنا هنراضيه. مساء الخير يا نونو. مساء النور. اتأخرت كده ليه؟ لا ابدا انا ما خلصت مع الناس بس. طب طمني عملت ايه؟ لا تمام طلعوا لطف. متتسرعش في الحكم. في البيزنس مفيش كلاينت لطيف. اسألني انا. نونا بس الواحد لازم ياخد بانطباعاته الاولى. ليه انا نظرة في الناس ما بتخيبش. واللي بيدخل قلبي من اول مرة بيبقى فعلا يستاهل. برضه ما تثقش بسرعة كده. الظاهر ان الكلاينت طلعت حلوة قوي. لا والله مش الفكرة. بس الحاجات اللي هي طالباها مني صعبه شويه. بس ربنا يسهل ويبقى قدها. لو ما كنتش انت قدها مين اللي هيبقى قدها؟ يا رب يا نونا. طب قوم بقى غير هدومك عشان نتعشى مع بعض. انا مستنياك وهموت من الجوع. مش هتاخر. خمس دقايق. انا هنزل انا هنا. تصدق اي حاجه من كلام الواد اللي اسمه منصور ده؟ ولا حاجه. حاسس ان حازم وادهم بيلعبوا لعبه كبيره قوي. انت شايف ايه؟ انا شايف ان هو احتمال من الاثنين. يا اما حازم وامجد كانوا شركاء فقرروا يبيعوا بعض. يا اما حازم قرر يبيع امجد لما حس ان هو كده كده مبطوط فقال لك شايله الليله. طب هو حازم يعرف منين ان امجد رجله جت في الليله؟ يا كبير انت ناسي ان هو ليه عيون كتير قوي في الداخليه؟ اللي خلى شريكه يهرب حرز مش هيعرف مين متهم بايه؟ طب بقول لك ايه؟ لو عايزين يلعبوا انا مش حارمهم من حاجه. لا يعني ايه مش فاهم؟ هضرب بغباوه اللي يقع تحت ايدي لحد ما اقول حقي برقبتي واجيب اخوه. قصدك ان انت كده هتحقق مع امجد رسمي؟ رسمي ونظمي وهشيله الليله. عارف الصح بقى؟ انك وانت بتحقق معاه تعرفه مين اللي شايلها له. ومن ردود الافعال كل حاجه هتبان، صح؟ صح يا اشرف. انا هنزل. انت هتروح البيت ولا هتعمل ايه؟ اروح المانيا اجيب المدام واروح. ماشي يا عم ربنا معاك. شكرا على التوصيله. العفو بس دي اخر مره عربيتك تتصلح عشان مش هعملها تاني. والله كنت عارف ان انت هتقول كده. يا كراس تصبح على خير. انت من اعلى حبيب سلام. جهزوا يا رجالة. ايوه ايه يا عم فضل في ايه؟ انت طلعت شقتك فؤاد؟ لا والله يا عم فضل
هو في حاجة حصلت ولا إيه؟ الشقة مقلوبة، في حاجات اتاخدت وحاجات اتكسرت. من الآخر كده في حد كان بيدور عليا. يبقى أكيد هو. هو مين؟ زهير. أنا امبارح شفته واقف قدام العمارة، واقف في الشارع. زهير؟ يعني زهير ده اسمه أمجد الديب؟ معرفش، بس العربية متسجلة بالاسم ده، واللي أنا شفته جواها هو زهير. أنا عرفته عشان شفت له صورة وسط صور أبوها القديم. طب والعمل ايه دلوقتي؟ اسمع يا راجل انت، احنا عندنا مشاكل واللي فينا مكفينا. مروه مروه تقرف، احنا كنا قاعدين في حالنا، احنا ايه اللي تعملنا دوت؟ وبعدين احنا مش عايزين امجد الديب. امجد الديب؟ انت يا بنت، انت دلوقتي ولا ايه يا فؤاد؟ هتضربني كنت تجيب الكاس يا حمادي؟ اعملها يا فؤاد اعملها. صغيره هتضربني يعني ولا ايه؟ انت اصلا يا فؤاد. ملوش اثر يا ريس. متعود اني اقابل حد الا بميعاد سابق، لكن ما دام جيت لغايه هنا اهلا وسهلا. خير؟ لا انا مش هي دي المقابله خالص، ولا هتكون هنا. ده انا كنت معدي من هنا قلت اجي اقول لك على ميعاد المقابله اللي بجد، بما ان سيادتك ما تردش على التليفون. والمقابله دي ان شاء الله بخصوص ايه؟ بكره لما تشرفنا في الجهاز هتعرف كل حاجه وتسمع كل اللي تحلم بيه. لما حضرتك جيت اهلا وسهلا بيك، ما نخلص الموضوع هنا ولا انت عاوز اقوله لك؟ مفيش حاجه هتبقى هنا، ده استدعاء رسمي. اسف سوري معلش. الو الراجل هيربي يا امجد بيه. ها؟ كويس. زاخ في اخر لحظه بس بقيت العمليه تمت. طب الحمد لله. على العموم انا وصلني المعلومه، هكلمك بعدين، مع السلامه. شكله خبر حلو. ان شاء الله خبر حلو. ان شاء الله الميعاد بكره امتى في الجهاز؟ 8 الصبح. وليه متاخر كده؟ نعم. ان شاء الله 8 ل 5 هكون عندك في الجهاز.